ظروفنا هذه صعبة صعبة بالديات في مصر تعرف، وأنا مخنوق في نفسي سواء بالتموين ولا من الأسلحة ولا من الأدوية، كلها ناقصات عندنا. إحنا مخلقين هم إذا ما مدارين فينا خير، بدأت كسرها كلها، ودي فينا بالأسلحة الثقيلة من كل مكان، يضربوا فينا بالراجمات، يضربوا فينا بالصواريخ في الميناء هم، وداخل البلاد، العائلات شردوها كلهم. تصوري أنت الهاون هذايا جميع الأحياء شدح فيني، ياش ناس كسرها كلهم كلهم. كيف قصة كيف أصارت الضربة؟ صرت من عمارة كان فيها قناص. وين جاتك الضربة؟ كتفينا. بعدين كيف أسعفوك؟ أسعفوني جماعتي معي. عبد الرزاق كيف أصبت؟ أصبت قاعدة زني يوم شوي شبابك قاعدة نهز يعني في لحظات جت قذيفة قدامنا شوي. هم عندنا نفرين هيك يهربوا وانا وواحد تاني بنهرب وجد قذيفة تانية بيناتنا. عندي الولد اللي معايا استشهد وانا انصبت في فخذي الصوص شظايا بتاع الرجل معي. كنتوا حاملين سلاح يا عبد الرزاق؟ لا والله.